حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، سعداء بلقائكم من جديد في برنامجكم ملهم عبر هذه الشاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت. دائما نسعد بهذه المتابعة منكم أيها الأحبة. اليوم معكم من جديد مع الإبداع والفكر الكويتي والاختراعات الكويتية في برنامجكم ملهم، وهنا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الحاضنة دائما للإبداع والمخترعين الكويتيين. وطبعا رحب بضيفي الفاضل داخل الاستوديو المخترع الكويتي الدكتور المهندس بدر القطان. حياك الله دكتور بدر وسعداء بلقائك. وأنا سعيد جدا بلقائكم وسعيد بهالشرف أني أتعرف عليكم وإن شاء الله المشاهدين يستمتعون. دكتور طبعا اليوم راح نتكلم معاك على أحد اختراعاتك وهو كان عدسة ذكية. بداية نعرف بهالاختراع دكتور بدر، جزاك الله خير. العدسة الذكية عفوا هي عبارة عن عدسة تستخدم لاستخدام العادي، نقول من تحسين النظر. احنا الفكرة نطور العدسة بحيث تكون نستخدم تقنية النانو تكنولوجي بحيث انها تفيدنا في اكتشاف بعض الامراض اللي تأثر على العين او داخل الجسم بس لها تأثير سلبي بالعين. ممتاز. طبعا احنا ودنا نعرف العدسه العاديه وشي يعني دكتور، وشنو فرقها عن العدسه الذكيه؟ العدسه العاديه غالبا اللي تستخدمها في العالم بالاغلب استخدامها لتحسين النظر، تحسين النظر او للشكل الجمالي اللي احنا نشوفها. صحيح. للالوان بالضبط. اما العدسه استخدامها ان نوطنها لاستخدام تكنولوجي بحيث ان تعطينا خدمات اضافيه. ممتاز. فانا وجهتها لاتجاه اكتشاف الامراض. يعني العدسه الذكيه استخدامها يكون يعني لاغراض اخرى ليست جماليه او توضيح الرؤيه. نعم تفضلت. طيب نعم. وهذا الامر دكتور يتم عن طريق يعني اللي ذكرتها النانو. يمكن اذكر بس بشكل مجمل عن فكره النانو. النانو هو مجسمات صغيره. أيوة. بحجم النانو يمكن احنا ما نتعامل فيها كبشر بشكل واضح، بس هي موجوده بالطبيعه، مستوحاه بالاساس بالطبيعه. مثل نقول الفراشه هي اكثر مثال للنانو، هي لون واحد بس تمتص الضوء وتعكس الالوان بحيث يشوفها الانسان الوان متعدده، لكن هي لون واحد اذا شفناها تحت المجهر. فاحنا نكون مجسمات النانو بحيث نستخدمها لتقنيه او الاتجاه يفيد البشريه. ممتاز. يعني هذه التقنيه اسمها دكتور تقنيه النانو. تقنيه النانو هو الحجم نفسه، لكن حجم النانو هو نقول مثال ابسط شيء، نقول شعره مثل ما ذكرت مسبقا. الشعره حجمها سماكه الشعره تقريبا 60,000 نانو. فهي حجم كبير، حجم صغير جدا لا يرى بالعين مجرده، بس مثل ما تفضلت الحجم وال المساحة بين النانو احنا نستخدمها للتكنولوجيا. يعني النانو هي وحدة قياس دكتور اذا صح؟ وحدة قياس. نعم تفضل. لكن يعني هي واحد من الملي، نقول واحد من واحد من مليون. واحد مليون. طيب تحت المليون يعني تحت. طيب احنا يعني مؤخرا نسمع كثيرا بهالتقنية هذه، تقنية النانو والنانو بكثرة دكتور، فشنو تفسير ذلك دكتور بدر؟ هو علم جديد. علم النانو. علم النانو علم جديد، يعني يستخدم الأحجام الصغيرة لتوصيل نتائج أكثر من النتائج العادية اللي بالأحجام الكبيرة. يعني ممكن شيء هو أوريدي نقول بالعالم موجود، لكن يستخدمون النانو أساس يصغرونه بحجم أصغر عشان يعطي نتائج أدق
وأسرع وأفضل. يا سلام. فاتجه العالم لهذه التقنية، لأن الأحجام نرجع مثلا على أيام السابق الحاسوب كان بحجم غرفة، بالضبط. الحين صار بحجم ساعة، وساعة قاعد يصير أصغر وأصغر. فإحنا إذا استخدمنا هذه التكنولوجيا ممكن نفتح أبواب جديدة للتكنولوجيا ونستخدمها بتطبيقات تفيد البشرية. سيذكر بدر، يعني هذه التقنية بشنو أفادت العدسة الذكية؟ أول شيء هل حجم العدسة تغير كحجم؟ لا، نفس العدسة. العدسة نقول حجمها هو 13 ملي حسب اللي أنا قسته بالميكروسكوب، عشان تغطي جزء اللي هو الأسود، جزء اللي هو كل الأقرنية العين، الجزء اللي هو البصر اللي الإنسان يبصر فيه. أنا أضيف أجزاء النانو داخل العدسة بحيث تكون جزء متكامل، جزء من العدسة لاستخداماتها. فكرة العدسة الذكية هي مطروحة بالعالم، لكن باتجاهات مختلفة. يستخدمون مواد معدنية، يستخدمون فكرة الريزيستنس، المقاومة للحسابات. وأغلب الأحيان الأمراض اللي شفتها كانت لمرض السكر، الجلوكوز اللي هو السكر نمبر 1. طيب يعني دكتور، لاحظ فعلا أن أكثر خلينا نقول مجال ممكن تستخدم فيه هذه التقنية، تقنية النانو، ممكن المجال الطبي. يعني أنا ما شاء الله قريت كذا دكتور مثلا مقدم بحث أو فائز بجائزة استخدم فيها النانو مثلا بالمنظار أو شغلة أو ما شابه ذلك. فنتكلم أكثر دكتور عن هالجانب هالاستفادة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل وراجع لكم في ملهم، خلكم معنا. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ملهم، ودائما مع الإبداع الكويتي والمخترعين الكويتيين. نرحب من جديد بضيفي الفاضل المهندس الدكتور بدر القطان. حياك الله دكتور بدر من جديد. دكتور، قبل فاصل سألناك سؤال حول أكثر الاختصاصات أو المجالات اللي يتم فيها استخدام تقنية النانو. بالواقع النانو استخداماته متعددة، ليس في المجال الطبي. وأنا لي سابقا أبحاث تتعلق بالفيزياء والهندسة، عمليات مختلفة ممكن تطبق للصناعة واللي حاليا نقول أكثر مثال دقيق الطيارة. الطيارة عندها تكنولوجيا النانو بحيث تقيس لو صار في أي عطل بالطيارة نتيجة السرعة أو نتيجة اصطدام أي جسم، تعطي تنبيهات على أساس تنبه الطيار إنه في مشكلة لازم يحبط بسرعة. فشيء موجود يعني، والناس نقول العلماء أو الباحثين يسعون لاستخدامات متعددة مثل ما ذكرت لفائدة البشر. طيب دكتور، نتكلم عن الأمراض اللي تكتشفها النانو، خلينا نقول طبيا شنو الفائدة تقدمها حق المرضى أو البشر بشكل عام؟ العدسة مبنية على فكرة بعض الأمراض اللي هي تأثر على العين. في بعض الأمراض لها تأثير مباشر على العين، وفي بعض الأمراض تكون داخل الجسم وتتفاعل ولها ضرر من أحد الجوانب السلمية تأثر على العين أو البصر إحنا نقول. فأنا ركزت على 4 أمراض، وفي الواقع إن في أمراض أكثر من كذي، بس الأربع أمراض كانت نتيجة البحث المجمل على توجهي. عفواً إذا تبين أذكر أقول بالمختصر، الأكثر مرض إحنا نركز عليه مرض اللي هو ديابيتيك ملكر أديما، اللي هو مرض السكر نمبر 2. ضارب العين هو السكر 2، لا تأثير عادة يكون إذا زاد نسبة السكر يكون يأثر على داخل الكلية أو يأثر على العين يسويها عدم بصر، أو بعيد عن الشر نقول حتى الرئة. هذا صحيح. من ناحية السلبية وغالبا يضر الناس اللي سمينين، يعني فيهم سمنة عالية، وغالبا الناس الكبار بالسن. طيب كل هذا المرض ما يكتشف عن طريق النانو؟ لا، التحاليل بس. احنا نقول غالبا الكبير بالسن أو الشخص المريض ما يراجع بكثرة. صحيح. للطبيب. صحيح.
صحيح. كونه يعني ما يحب او يتثاقل. فالفكره ان احنا نوصل هالمرحله ان نقدر نكتشف المرض، وممكن مو الشخص المريض هو اللي يتابعه، ابنه اخته هذه. يعني دكتور افهم من كلامك هالاختراع هذا ممكن مو بس الدكتور يستخدمه، حتى الشخص العادي. الشخص العادي انا طبعا عادية. انا قاعد احتف ان كمل الجزء الاخير اللي هو عشان اطبق تطبيقات هندسيه لشكل واقعي، انه يكون الناتج مال التغير للعين يوصل ل عفوا للتليفون الذكي او الساعه الذكيه او لجهاز المصقر عند الدكتور. فالشيء ابي اوصل هالمرحله هذه عشان يكون واقعي اكثر او سهل استخدامه، ما يحتاج الدكتور يعني نقول احنا كاننا نقول نختصر جزء كبير للمريض انه ينتبه على صحته متى يحتاج يروح حق الدكتور. يعني دكتور الاختراع هذا يعطي اشارات معين، لون معين او رقم معين يعني حق طبعا ما يحس فيه المريض. نقول لما يلبس العدسه هو يكون نتيجه السكر تبتدي يتغير حجم العين. فهو لانه حساس جدا يقوم يعطي اشارات انه قاعد يزيد السكر. فهني انا اروح للدكتور وانبه، مثلا نقول اذا كنا قلنا يعني ولد يتابع والده او امه او نفس الشيء طبعا بنت، ينبه انه لازم يروح حق الدكتور باسرع وقت، او على الاقل ينتبه المريض انه يقلل، ينتبه على السكر ويقلل. طيب دكتور ذكرت قبل شوي احد انواع الامراض اللي هالجهاز ممكن يكتشفها اللي هو مرض السكر الثاني، شنو غير الامراض دكتور ممكن يكتشفها؟ طبعا احنا نقول بس بوضح نقطه، المسافه بين المجسمات هو لها تاثير بالنسبه للامراض هذه. فالمرض الثاني اسمه مرض جلوكوما. مرض جلوكوما هو تغير السائل اللي داخل العين الطبيعي، لما يزيد يسبب ضغط، ولما يسبب ضغط يسبب الم، وممكن المريض يروح على الدكتور الغلط نتيجه في شعوره بالالم هذا. فممكن يروح على ما يوصل الدكتور الصحيح، هذا يكون له تاثير سلبي يزيد من المرض. فعلى الاقل المريض هذا لما يحس يكون يروح على الدكتور المناسب، هذا بحد ذاتها اختصار الوقت واكتشافه صحيح. لمسألة علاجه. لا شك هذا الدكتور مكملين معك إن شاء الله أكثر، راح نتكلم أكثر حول هذا الاختراع المهم حقيقة اللي يقدم خدمة جليلة حق البشر عامة، لكن إذا تسمح لي في حلقة مقبلة إن شاء الله والحديث بقية معك بإذن الله. شكرا. كل شكر لك دكتور بدر. شكرا. أيضا شكر موصول لكم مشاهدي الكرام، انتظرونا في حلقة مقبلة نكون معكم إن شاء الله الحديث حول هذه الاختراعات في برنامجكم ملهم. في أمان الله، مع السلامة.